السلام عليكم وأهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى العمل النيابية 1.5 مليون عامل أجنبي معظمهم يعملون في الوزارات. في صحيفة العرب اللندنية، تأجيل الانتخابات العراقية فرصة للكاظم لبناء تحالفات تضمن بقاءه. في الزمان، سلطة الطيران تمنع 20 دولة، أو تمنع ماذا؟ تمنع العراقيين من السفر إلى 20 دولة، هذه سلطة الطيران في العراق. العرب الجديد، واشنطن تحاصر الحشد الشعبية بالعقوبات. في عربي 21، أنباء عن مقتل قائد بالحرس الثوري على حدود العراق. في القدس العربي، مصدران: ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن. وأخيرا في ألترا عراق، العراق يحذف إيران من قائمة حظر السفر المتعلقة بتفشي السلالة الجديدة. انصدم أهالي المناطق المنكوبة عندما خلت الموازنة المالية التي قدمتها الحكومة لسنة 2021 من التعويضات لمدنهم المدمرة بسبب المعارك التي دارت بين سنتي 2014 و2015، في الوقت الذي كان أهالي هذه المدن يعولون على التعويضات التي سوف تنقذهم في إعادة بناء منازلهم المدمرة والتعويض على ما فقدوه بسبب المعارك. مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، هذه المدينة قد نالها من الدمار كما نال الجانب الأيمن من الموصل. ويكفي أن نذكر ما جرى لمصفى النفط في بيجي، حيث فكك كاملا وبيع خردة. وكذا مدينة الصيلاوية التي خطف منها 700 مواطن في ليلة واحدة. أما جرف الصخر فقد هجر أهلها ولم يعد منهم أحدا لحد الآن. أمام هذه المأساة التي أصابت هذه المدن وأهلها، تخلو الميزانية المالية لعام 2021 من أي تعويض لهؤلاء المواطنين الذين فقدوا كل ما يملكون بسبب المعارك. ومن الجدير بالذكر أن ممثلي هذه المدن في البرلمان والحكومة يتحملون الوزر الأكبر على هذا الظلم الذي نزل بمن يمثلونهم وحرمانهم من التعويضات. إن حجم الدمار الذي أصاب هذه المدن هو أكبر مما أصاب مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، لكن ستالينغراد قد أعيد بناؤها خلال فترة 7 سنوات بعد انتهاء الحرب بالتعاون مع حلف وارسو في تلك الفترة، بينما مدننا ومنذ 4 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية لم يبنى فيها ولا مؤسسة واحدة من المؤسسات المدمرة، بل لم يرفع حتى الأقاض لمنازلهم المدمرة، ولم تدفن جثث ذويهم التي ما زالت تحت الأنقاض. وأعتقد جازما إذا ما استمر الحال على ما هو عليه لن يعاد بناؤها حتى لو يمضي عليها 70 سنة أخرى. وما زاد الطين بلة أنه بعد هذا الدمار الذي حل فيها، قامت الأحزاب الطائفية بالاستيلاء على ما تبقى منها من خلال المكاتب الاقتصادية التابعة للحشد الشعبي التي فتحت في المدن المدمرة، حيث أصبحت مهمتها نهب الأموال العامة وتهريب النفط وأخذ الإتاوات من السكان. يضيف الكاتب إن ما جرى ويجري في المدن المنكوبة يحتاج إلى موقف دولي لإدانة هذه الأفعال وإلزام الحكومة العراقية بإعادة بناء المدن وتعويض السكان، حتى لو اقتضى الأمر إصدار قرار دولي يلزم الحكومة به ويقتطع من أموال النفط المصدر، كما حصل في تسعينيات القرن الماضي عندما صدر قرار النفط مقابل الغذاء والدواء من الأمم المتحدة، عندما كان يقطع من أموال النفط. أما التعويل على الحكومات الطائفية، يقول الكاتب، ومجموعة الفاسدين لتعويض السكان وبناء المدن المنكوبة فهو بعيد المنال.
يقترب العراق من تأجيل الانتخابات العامة التي كان مقررا إجراؤها في يونيو المقبل في ظل عجز الجهة المختصة عن تأمين متطلبات الاقتراع في هذا الموعد، فيما ترجح مصادر مطلعة أن يجري التوافق على أن يكون الموعد الجديد هو شهر أكتوبر القادم. تقول مصادر مواكبة للحراك السياسي المتعلق بالانتخابات إن معظم الأطراف ترى أن إجراء الاقتراع في شهر أكتوبر القادم سيكون أمراً مناسباً للجميع لجهة منح المفوضية الوقت اللازم لاستكمال استعداداتها أولاً، وثانياً لأن إجراء الانتخابات في شهر شديد الحرارة هو يونيو قد يؤثر على نسبة المشاركة. وتريد حكومة الكاظمي كسر حاجز التوقعات التي تشير إلى أن المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون متدنية كما حدث في آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 2018، حيث لم تتجاوز النسبة 20% وفق تقديرات غير رسمية. وتنظر الأطراف السياسية المتنافسة في العراق إلى الانتخابات القادمة بوصفها اختباراً للمزاج الشعبي وتوجهاته بعد أكبر موجة تظاهرات في تاريخ البلاد انطلقت في أكتوبر 2019 واستمرت حتى منتصف العام التالي. ويقول مراقبون إن تأجيل موعد الانتخابات سيمنح رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الوقت الكافي لبناء تحالفات تحافظ على بقائهما في المشهد، وخاصة بالنسبة إلى الكاظمي الذي يمكن أن يستفيد من حالة الغضب الشعبي على الأحزاب المشاركة في البرلمان والتي تتحمل مسؤولية فشل حكومات ما بعد 2003. ويقول المراقبون أن هذا التأجيل يوفر لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة بناء تحالفات تمكنه من الاستمرار في الواجهة السياسية في ظل تراجع الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي. مراحل تشكيل الفكر السياسي الحديث مرت بمراحل عصيبة لوجود إرادات فرضت عنوة على تلك المرحلة، مما أدى إلى ضياع كبير للفكر السياسي، وكذلك أدى إلى ضياع فرص صناعة فكر سياسي داخلي ومنهاج عمل سياسي تطبيقي منزوع من الجهل المركب كما يقول الكاتب، الذي اعتادت عليه قوى وجماعات اتسمت بالفكر الميكافيلي المناهض للبناء والتعمير السياسي. الجيل السياسي الجاهل الذي تسلم مقاليد الحكم ينبغي أن يعزل سياسيا. يقع على عاتق مثقفي العراق ونخبه السياسية الجديدة توجيه القوى المجتمعية نحو نجدة جموع الأمة العراقية المطالبة بالتغيير السياسي والانتخابي وإنقاذها من غرق وشيك في مستنقع النفاق السياسي المقبل، تحاشيا لدخول العراق في حالة استلاب آخر. وبخلاف ذلك سنعود مجددا إلى دهاليز الاستبداد والفشل المروعة. علينا ألا نسمح ببقاء العراق في حالة الاحتدام الإقليمي الذي سينتج نزاعات داخلية الرابح فيها خاسر، سيما أننا وصلنا إلى النهاية الاقتصادية والعد التنازلي لنضوب الثروات، ولا مؤشرات تلوح في الأفق البعيد والقريب لحل الأزمة المالية الماثلة التي جاءت نتيجة طبيعية لوصول قوى فاشلة جاهلة مرابية لمقاليد السلطة، ولا زالت تكابر وتضع كل مبرر لتضليل الرأي العام، ولتستمر في نهجها التدميري الذي يرتقي أن يكون جريمة ضد الإنسانية والتي يعاقب عليها القانون الوطني والدولي. والأخطر من هذا، في ظل هذا الخراب العام والصراع المضطرب يتلاشى الانتماء وتضيع الهوية وينحسر الوجدان الوطني ويتضاءل الحنين لهذه الأرض المباركة، وهنا يتسع الخرق وتستمر الهيمنة الدولية على كامل البلاد. يضيف الكاتب: قدم النظام الحالي أنموذجا صارخا للفساد السياسي والانتخابي، وكان عائقا أمام أي تقدم في مشروع صناعة الدولة الحضارية، ما يعني حتمية تجديد الوعي السياسي الجمعي ليكون منسجما مع متطلبات المرحلة السياسية المقبلة التي أحسبها الجولة الحاسمة في إنقاذ العراق من الوهن والوهم، بحسب الكاتب.
لا تقوم المعارضة السليمة على مجرد إعلان أو بيان رفض سياسات حاكم ما أو حكومة ما، وإنما هي موقف إنساني ورجولي وأخلاقي قد يكون ثمنه باهظاً في الأرواح والحريات وحتى السمعة. بعد العام 2014 لم يجد جديد إلا في هذا الصدد، وبما يمكن أن يكون خيمة لقوى المعارضة عدا مشروع العراق الجامع الذي طرحته هيئة علماء المسلمين في العراق عام 2015، وتعرض لظروف خاصة دفعت الهيئة إلى طرح مشروع الميثاق الوطني العراقي. وكذلك كانت هناك مشاريع أخرى ومنها مشروع الجبهة الوطنية العراقية. صفوف المعارضة العراقية الآن بحاجة إلى حقنة تماسك وتكاتف قبل فوات الأوان، فالعراق يعيش حاليا في مرحلة غليان ثوري، فضلا عن الخلل البنيوي الواضح في العملية السياسية التي تعد جرعة كبيرة لقوى المعارضة لترتيب صفوفها وتفعيل البرنامج الوطني النهضوي الذي طرحته مرارا وتكرارا، ولكنها لم تجد البيئة المناسبة لتطبيقه أو التعاون العربي والإقليمي والدولي الكفيل بتحقيق أهدافه. صفوف المعارضة العراقية الآن بحاجة إلى حقنة تماسك وتكاتف قبل فوات الأوان، فالعراق يعيش حاليا في مرحلة غليان ثوري، فضلا عن الخلل البنيوي الواضح في العملية السياسية التي تعد جرعة كبيرة لقوى المعارضة لترتيب صفوفها. يقول الكاتب: أثبتت التجارب الإنسانية الناضجة والحكيمة أن المعارضة السياسية أداة ضرورية وفاعلة لتأسيس وبناء نظام حكم نقي ومتماسك وقادر على العطاء والبناء، ولا يمكن تصور أي نظام سليم دون معارضة قوية وناضجة. أما المعارضة الزائفة فهي من الآفات الضاربة للوطن وللإنسان وإن ادعت أنها من المعارضة. في ظل أخطر أزمة صحية ومالية واقتصادية واجتماعية يعيشها لبنان، يبدو أن العراقيل الكثيرة التي تعترض تشكيل حكومة جديدة وتصدع العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد تسريب فيديو للرئيس عون يتهم فيه الحريري بالكذب، أصبحت تتعدى مسألة خلافات بين الأحزاب على توزيع الحصص الوزارية، وتنطوي ربما على هدف أكبر وأخطر هو محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية المتعارف عليها في لبنان. مع الدائري حاليا مارس الحليف الأساسي لرئيس الجمهورية ولتياره حزب الله سياسة التقية، فهو يقف علنا ضد التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة، لكنه ضمنيا يدعم فريق رئيس الجمهورية، وتعامل مع تشكيك باسيل بأهلية سعد الحريري لتولي منصبه دليلا على أزمة ثقة بين الطرفين. لكن موقف حزب الله الفعلي من الخلاف على الصلاحيات ومن تغيير قواعد اللعبة السياسية لا يقوم على ظروف سياسية آنية متغيرة، بل يستند إلى نظرة أكثر عمقا تتعلق برؤيته لمستقبل النظام السياسي في لبنان. منذ عام 2012 والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يدعو إلى إعادة النظر في قواعد اللعبة السياسية الحالية في لبنان وإقامة جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا يعكس الموازين الفعلية للقوى السياسية في البلد. والفكرة الضمنية التي يسعى إليها الحزب هي حصول الشيعة على تمثيل سياسي أكبر يعكس وزنهم الحقيقي، وأن تحل المثالثة محل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بحيث يتحول الشيعة إلى بيضة قبان ويمكنهم إعطاء رئاسة الجمهورية إلى باسيل بعد انتهاء ولاية ميشيل عون. يتساءل الكاتب: هل جبران باسيل زعيم أكبر كتلة مسيحية في البرلمان اللبناني الذي يرفع شعار استعادة حقوق المسيحيين مستعد من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة للتضحية بالخصوصية المسيحية وبالصيغة اللبنانية التوافقية؟ والأخطر من ذلك، كيف يمكن لمعسكر رئاسة الجمهورية الدخول في مثل هذه المغامرة السياسية غير المحمودة عواقبها في وقت يعيش فيه البلد كارثة ويعيش شعبه تحت تهديد الجوع والموت؟
مع هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وعلى الرغم من التحديات التي طرأت بما في ذلك الفوضى في مقر الكونغرس يوم 6 يناير كانون الثاني، بدأ الكيان الصهيوني بالتعمد بصياغة منصة واستراتيجية جديدة أو سياسية جديدة للمسارعة إلى فرض نفسها على الإدارة المنتخبة حديثا بقيادة جو بايدن، ولا يعنيها سوى مصلحتها ومصلحة قيادتها والأيديولوجية اليمينية التي تتبناها. ينبغي أن تتضمن هذه الإجراءات والخطوات استئناف التمويل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، واستئناف المساعدات للجانب الفلسطيني، وإعادة القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، وإلغاء إعلان ترامب حول القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على إدارة بايدن إلغاء قرار تصنيف منتجات المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، واتخاذ موقف حاسم ضد النشاطات الاستيطانية، وأخيراً إعادة فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن العاصمة والذي أغلق في عام 2018، على أمل أن ترتكز إعادة فتحه على أساس سياسي وقانوني مختلف عما كان عليه الحال في الماضي. سيكون رد فعل إسرائيل بالطبع هو المعارضة ومقاومة هذه الخطوات، وخاصة إعادة القنصلية العامة والخطوات المتعلقة بالمستوطنات، على الرغم من أنها تدرك أن رؤية ترامب وسياسات إدارته باتت في عداد الأموات، وهذا سبب آخر لماذا يتوجب على الإدارة اتخاذ هذه الخطوات على عجل وكجزء لا يتجزأ من العودة إلى السياسة الأمريكية التقليدية وتطورها الطبيعي. يبدو محتملاً أن الإدارة الجديدة لن تصر على تبني مقاربة أحادية كما كان عليه الحال مع الاحتكار الأمريكي السابق لعملية السلام، وبناء على ذلك يتوجب عليها أن تكون منفتحة على آلية متعددة الأطراف، وربما حتى العمل على تحقيق إجماع دولي واسع على شكل حل للصراع. سوف يكون ذلك بالطبع تطوراً إيجابياً ومنطقياً، على الرغم من أن ذلك سيتطلب وقتاً أطول. فيما يتعلق بكورونا واللقاحات الخاصة به، أشار المعارضون للتلقيح في الاستطلاع الروسي إلى أنهم لا يثقون في لقاحات فيروس كورونا وفي أعراضها الجانبية، حيث لم تحظى اللقاحات الروسية والصينية لدى غالبية الناس بذات مقدار الثقة والاحترام الذي حازت عليه اللقاحات الأمريكية والألمانية لمواجهة فيروس كورونا، ما دفع إلى حالة عزوف عن تقبلها في كثير من دول العالم، على الرغم من أن نسبة الرافضين في الوقت ذاته للقاحات داخل أمريكا هي أيضا في ارتفاع متواصل. وكشف استطلاع روسي هذا الانطباع حين أفاد بأن الروس لا يزالون غير مستعدين إلى حد كبير لتلقي لقاح فيروس كورونا سبوتنيك في، وذلك على الرغم من اتساع حملة التلقيح داخل روسيا. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع سوبر جوف الروسي يوم الجمعة أن 60% من الروس الذين شملهم الاستطلاع يعارضون تلقي اللقاح، مقابل 40% يودون أخذه، في دلالة على استمرار انخفاض الثقة باللقاح الروسي. والآن إلى فقرة كاريكاتير.
ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.